ابوصي انت ابوصي. ايوه يا باشمهندس ضيف، سيب اللي في ايدك وتعالى هنا. حاضر. افند نفسي افهم انت جنسك ايه، بني ادم ولا حاجه تانيه؟ جنسي يا جدع انت، انا مش قلت لك اسقي الزرع ده؟ ايوه ما انا سقيته. سقيته بايه؟ بالميه. ازاي كده؟ اهو بالخرطوم. ما قلت لك 100 مره ما بتسقيش بالخرطوم يا بوصي. امال هسقيه بايه؟ بالجلي؟ قول لي تقبل لاص انت. قلت لك ده زرع زينه بيتسقي بالبخاخ، اياك اشوفك بتسقي بالخرطوم تاني. البخاخ ميته شحيحه بينزل فسافيس ميه، انما الخرطوم ميته ياما يروي الزرع براحته. يا عم هو احنا بنزرع رز؟ ده نبات زينه. ما هو كله زرع يا باشمهندس، والزرع روحه الميه. انا فلاح وعارف. لو كنت فلاح بصحيح كنت فلحت في بلدكم وما شفناش وشك هنا. ويعني انا فلحت هنيك؟ امشي معايا مظبوط يا اخويا وانت تفلح. امسك خد الزرعتين دول حطهم تحت في المعرض. معرض؟ ايوه يعني حطهم على الرصيف جنب اخواتكم. حاضر. وامسح المعرض بشويه ميه، عايزين نستفتح على نظافه. يا فتاح يا علي ما رزق يا كاتب. قول يا رب. ايوه يا حسنيه، انا نازله دلوقتي يا اختي رايحه الوزاره عشان اقابل سياده الوكيل الاول بخصوص المكافئات بتاعه الموظفين المتاخره دي. عاوزه ارتاح بقى من وجع الدماغ بتاعه. هتاخر شويه. بتقول ايه؟ بس حسك عينك، حد يعرف انا رايحه فين ولا جايه منين؟ اوعي إيه تدي لحد عقد نافع. ماشي طيب يا اختي. طيب مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. جود مورنينج اوسا. جود مورنينج يا اختي. انا اتاخرت قوي. اتاخرت على ايه؟ عندي لجنه في مكتب الوزير. طب يلا اتكل على الله. ما تيجي اوصلك لشغلك في سكتي؟ لا ملوش لزوم، روح انت لحسن تتاخر على شغل. معاك حق فعلا، الوقت ازف. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش حضرتك اتفضلي على الحمام وانا هتصرف. هاو هدفي شويه ميه من الثلاجه واجيبهم لك تشطفي جسمك. بليز كويكلي كويكلي. اف صباح الخير يا احلى شروق في الدنيا. بما انك في المطبخ بقى خليكي حلوه واعملي شويه شاي وحطيهم في الترمس. يا ريت، بس الميه مقطوعه. ميه اللي مقطوعه؟ ده انا سايب بوسي تحت بيغسل في الرصيف ومعاهم الدنيا ميه. طب رجري بقى اقول له يقفل الميه، يمكن هو ده السبب. سبب؟ سبب ايه يا بنتي؟ ما هي طنط نور مزنوقه في الحمام، الميه قطعت عليها وهي تحت الدش. المحبس كان مقفول يا بنتي. ومين اللي قفله؟ هيكون مين غير ماما. وماما هتقفله ليه؟ بتقرف في طنط نور، نفسها تطفشها من البيت. معقوله؟ طب روح شوف المايه جت في الحمام ولا لا. ثانك يو شوشو، المايه جت. جالك كلامي؟ بس ده كده يبقى عيب قوي،
وهو البيت ده بقاله طعم غير بوجود طنط نور. ما عشان كده ماما غيرانه منها. ليه؟ لانها ضد التقدم والرقي. يا للاسف. I am so sorry. طب يلا بقى كملي جميلك وحطي لي شويه شاي في الترمس ده. بس انا كده هتاخر على شغلي. قلنا ايه؟ خليكي راقيه بقى امال. اوكي امسكي لما اروح اصحى اخوك يخم النوم ده. طب ما تسيبه ينام براحته. ينام ده ايه؟ لازم يصحى عشان يشوف. يشوف ايه؟ يشوف صحوتي. اوعى. احلى من سطوحنا مفيش. اسمه روف جاردن. روف جاردن كلاب ده علشان كل يوم تمارسوا الرياضه بتاعتكم فيه. طب مش ممكن تعمل لنا كمان بيسين يا طنط؟ اي هوب. بس المشكله اننا نيجي نعمل جامب ما نلاقيش ميه نعوم في دمنا. احلى افطار لاحلى ناس. يلا يا جماعه افطار جاهز. ثانك يو دارلينج. انا بقى مش مصدق نفسي. يا سلام. مش مصدق ايه؟ على الحيويه والنشاط اللي نزل عليك مره واحده ده. المكسب يا ابني بيقوي قلب. تعرف انا كسبان كام من الصبح لغايه دلوقتي؟ كام؟ 9 جنيه 75 قرش. الله اكبر. ولسه اليوم طويل. ربنا يطول ايامك يا دودو بحق جاه النبي. يا ست هانم انا قلت لك الزرعه دي ب 18 جنيه والزرعه دي ب 14. لا انت قلت لي دي اللي ب 18 جنيه ودي اللي ب 14 جنيه. انت هتلخبطيني ليه؟ استنى بقى لما البشمهندس يجي عشان نتاكد. وهو فين البشمهندس ده؟ طلع يفطر ونازل. وانا حستنى لغايه ما يفطر. طب بقول لك ايه؟ ما تشتري الاثنين مع بعضيهم عشان ما نتلخبطش. هاخدهم الاثنين ب 30 جنيه. لا ب 32. لا هم 30 وبس. خلاص استنى للبشمهندس لما يفطر وانزل. It's very dangerous. دي كارثه. شفت يا عم؟ سمعت بودانك انا مش قلت لك؟ ما انا عارف. طب اعمل ايه؟ لازم نبلغ البوليس. نو no, نيفر. سمعت يا عم؟ اهي طنط نفسها خافت منهم. نو no, انا مش خايفه. الله. ما انا حضرتك مش عايزين نبلغ البوليس ليه؟ عشان مش ده الحل. امال ايه هو الحل؟ اننا نحميهم. نحميهم؟ يس. يا طنط بقول لك بيتاجروا في الحبوب المدمره جوه الجامعه. مش هم اللي بيتاجروا، دول ضحايا فيكتيمز، واجب علينا اننا ننقذهم. ننقذهم من مين؟ من المجرمين اللي ضحكوا عليهم واستغلوا ظروفهم الصعبه. لا بقى معلش، مهما كانت ظروفهم دول شباب بايظين اشرار بطبعهم. نو ربنا ما خلقناش اشرار. الشر بيتولد بالاحساس بالظلم والشعور بالضياع. طب ما انا ياما حسيت بالظلم وبالضياع، ليه ما انحرفت زيهم؟ عشان انت متربي على صوت الاذان. اذان؟ يس. طول عمرك بتسمعه من مدنه جارتنا الست الطاهره. ايه دخل الاذان بالكلام اللي بنتكلم فيه ده يا طنط؟ الاذان دعوه بتفكرنا بربنا 5 مرات في اليوم، واللي يفتكر ربنا عمره ما يشوف شر ابدا، وربنا يحميه من كل الشرور. وانا الحمد لله عمري ما نسيت ربنا. وانا والله مع اني مش مواظب لا على صلاه ولا صوم، لكن عمري ما نسيت ربنا. فيري جود. المهم انك ما تنساش ربنا. مش مهم صلاه ولا صوم. ما هو انت لو فكرت في ربنا وفكرت في عظمته وقدرته هتحبه، هتصلي وتصوم وتسمع كل كلامه. والله هو كلام معقول قوي. مفيش طاعة من غير حب، لأنها تبقى رياء نفاق، وربنا ما يحبش المنافقين. بسم الله ما شاء الله عليك يا طنط. الله أكبر. بارك الله فيك. وفيك يا حبيبي. يلا قوم انت بقى هاتلي أسماءهم. أسماء مين يا طنط؟ أسماء الضحايا الفيكتيمز، عشان نلحق نحميهم ونحمي زمايلهم منهم. طب أقدر أفهم حضرتك هتعملي ايه معاهم؟ مالكش دعوه، انت هاتلي بس اسمائهم وكلياتهم وانا هتصرف. ايوه بس يعني. ما بسش، انت تذاكر وتنجح وانا اشتغل. This is my job. اوكي. اللي تشوفيه يا طنط. اهو انا كمان بقى اشوف my job. يلا go on quickly. البرفان دي كمان جديد، هتعجب حضرتك قوي. بعدين معاك يا مدمازيل، انت باين عليكي بياعه شاطره قوي. ما احنا هنعمل لحضرتك خصم كبير قوي. ميرسي، كفايه دول. طب تحت امر حضرتك. حسابهم كام؟ كلهم 800. ياه. ما احنا هنعمل كمان خصم ربع 100. ربع 100؟ لا ربع 100 يعني 25 جنيه. مش بقول لك بياعه شاطره قوي. المهم حضرتك تكوني انبسطتي. انا مش مبسوطه الا بيكي انت، عشان كده هدي لك تبس 10 100. كتر خيرك يا هانم. اتفضلي. ميرسي قوي. ميرسي. اتفضلي. ميرسي قوي. باي باي. مع ألف سلامة. ما شاء الله عين عليكي باردة، بقيتي بنت سوق تمام. معاك حق،
مفيش أسوأ من كده. يعني إيه؟ ما أنا بقيت بنت سوق في كل حاجة، حتى في عواطفي. إزاي يعني؟ هو إحنا مش بنتاجر بعواطفنا؟ بتاجر؟ بنرهنها ونأجرها، بنستثمرها حسب أعلى سعر. سعر إيه يا شروق؟ سعر الفايدة، ومش بعيد كمان يجي يوم ونبيعها ونخلص منها عشان نكسب فلوس أكتر، حتى لو هنخسر حياتنا. شروق أنت قابلت عمتك؟ أيوة. أيوة، وهو ده رأيها؟ عمتي قدرت توضح لي مشاعر القلق اللي جوايا، وتوضح لي أسبابها اللي كانت مستخبية ورا مراية الحب لعمي. شروق هاتي من الآخر، أنت عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول إيه؟ بعد كل اللي قلته. ألو. أيوة حبيبتي. أيوة. لا هكون في انتظارك طبعا. هي ترى هتوصل إمتى؟ لا لا تيجي بالسلامة، هكون في انتظارك، تيجي بالسلامة. مع السلامة. يعجبني فيك يا دكتور عويس تحمسك الشديد لآرائك. دي شهادة أعتز وأفخر بيها من أستاذ عظيم زي سعادتك يا دكتور عزمي. أنت صحيح أستاذ كبير في علم الاقتصاد السياسي، لكن أحب أذكرك بحاجة مهمة جدا. تذكرني بإيه يا دكتور؟ بأن الإفراط في التحمس للرأي ممكن ينقلب إلى تعصب. تعصب؟ والتعصب إذا زاد عن حده بيبقى فكرة ثابتة في عقل مجنون. أنا مجنون يا دكتور عزمي؟ هو أنت متعصب؟ ما أنت بتضرب تحت الحزام يا دكتور. يا ريت تصفي الخلافات اللي بينك وبين الأساتذة أعضاء اللجنة الموقرة. يا ريت تقدموا لإدارة الجامعة رأي واعي مستنير، رأي حضاري في المشكلة اللي قاعدين تبحثوها بقالكوا 3 سنين من غير فايدة. أنا بعلن استقالتي أمام سيادتك من اللجنة دي، وأرجو إنك تقبل. مقبول يا دكتور عويس، مع احترامي لشخصك. السلام عليكم. السلام يا علامة. دكتورة نور شمس الأصيل طالبة مقابلة سيادتك. شمس الأصيل؟ بتاعت أمريكا اللي جات لحضرتك من يومين. طب خليها تتفضل. ألو. أهلا وسهلا معالي الوزير. تمام يا فندم، أمرني. أيوة يا معالي الوزير، كل الكلام اللي سعادتك بتقوله صح، مفيش جدال طبعا. ايوه فندم. يا معالي الوزير، دي مش اول مره يتعمل لك استجواب في مجلس الشعب، معاليك قدها ودود. يا فندم احنا لا بنخاف ولا بنختشي، شغلنا واضح وصح طبعا. حاضر يا فندم، كل البيانات اللي سعادتك طالبها هتلاقيها على مكتبك بكره الصبح ان شاء الله. تمنيات لسعادتك بالتوفيق. بالسلامه يا فندم. بالسلامه. أنا آسف جدا دكتورة نور. أنا اللي آسفة جدا لأني جيت لحضرتك من غير ميعاد، بس الضرورة لها أحكام. خير إن شاء الله؟ للأسف مش خير أبدا. أعوذ بالله. في إيه؟ في بعض الطلبة هنا عند سيادتك بيروجوا حبوب مخدرة، أمفيتامينز، مدمرة للمخ. خبر أسود. جوه جامعتي؟ يس. أنت جبت الكلام ده منين؟ وصلتني معلومات أكيدة. وصلتك من مين؟ من مصدر موثوق منه. يا ايه هو المصدر ده؟ معلش حضرتك عافيني، انا مش هقدر اقول. هيكون الاف بي اي مثلا. anyway مش مهم المصدر. تعرفي هما مين العيال دول؟ اعرف اسماء بعضهم. اوكي، هما مين؟ في كليه ايه؟ واحد حقوق، واحد زراعه، وواحد علوم، وبنتين ادب. وبنات كمان؟ هذه المصيبه. قولي لي هم مين واسمائهم ايه؟ مش اعرف الاول حضرتك هتتصرف معاهم ازاي؟ اتصرف معاهم ازاي يعني ايه؟ هسلمهم للبوليس يفرمهم. نيفر. نيفر ده ايه يا دكتوره؟ انت مش بتقولي بيتاجروا في المخدرات جوه الجامعه؟ مش هم اللي بيتاجروا، دول بيوزعوا اونلي. بيوزعوا اونلي؟ يس،
في ناس مجرمين استغلوا ظروفهم الصعبة ودفعوهم للانحراف. مين هم الناس دول؟ هو ده اللي حنعرفه منهم. وده بقى حنعرفه منهم ازاي؟ بالحب. الحب؟ لازم نحسسهم بحبنا وعطفنا عليهم وخوفنا على مستقبلهم. اللي زي دول مستقبلهم السجن يا دكتورة. Objection. أنا أعترض. تعترضي على إيه بقى؟ لأنهم لو دخلوا السجن حيطلعوا مجرمين. ما هم مجرمين فعلا. Never. دول victims، ضحايا، خسارة ضيع مستقبلهم. خسارة لمين بقى؟ للمجتمع. المجتمع يا دكتورة لازم ينضف من قذارتهم. المجتمع هو المسؤول يا دكتور، والسجن هو اللي حيزود قذارتهم، ولما يطلعوا منه حينشروا الزبالة على المجتمع. بقولك ايه، قوليلي هما مين، اسمائهم ايه، وانا هتصرف بمعرفتي. هاو؟ ايه اللي هاو ده؟ هتصرف بمعرفتي، انا راجل مسؤول. And me also. Also؟ Yes، انا كمان مسؤولة. ومسؤولة بصفتك مين بقى؟ بصفتي مواطنة مصرية، من حقي أدافع عن الأرض اللي بعيش عليها والمجتمع اللي بتعامل معاه. كلامك جميل وعظيم قوي يا دكتورة، بس لاحظ إن البلد فيها قانون. القوانين إحنا اللي بنوضعها عشان نحافظ بيها على الحد الأدنى من الأخلاق. في دي أنا معاك. لو قدرنا نصلح سلوكيات الشباب ونربي فيهم الأخلاق مش هنحتاج لأي قوانين عقابية، وأظن إن ده دور الجامعة. لا يا دكتورة، مش دور الجامعة. الجامعة مؤسسة تعليمية مش مؤسسة تربوية. وأحب أقولك على حاجة، الشباب دول بيجونا بعد ما بيشب عضهم في بيوتهم ومدارسهم ونواديهم وحواريهم، واللي بيجينا عضو مايل مش شغلتنا إن احنا نعدله. أمال شغلتكو إيه؟ نعلمه بس. طب واللي عضو مايل هتعلمه إزاي؟ اللي عضو مايل أبطره، أرميه برا الجامعة. تبقى بتدفعوا للإجرام. مش مسؤوليتي. مسؤولية أمن حياة المجتمع لا تتجزأ يا دكتور. بقولك إيه بقى يا دكتورة، واضح كده إنك جاية من أمريكا عشان تتفزلكي علينا. أتفزلك؟ يس. وأحب أفكرك بحاجة، الشباب في أمريكا نسبة انحرافه أعلى نسبة انحراف في العالم. علشان كده بتفزلك ومش عايزة شبابنا ينحرف. كل مجتمع في الدنيا فيه الصالح والطالح يا دكتورة. وليه ما نحاولش نعالج الطالح ونخليه صالح زي ما بيحصل في أمريكا؟ بيحصل إيه بقى في أمريكا؟ أمريكا فيها مؤسسات بتعالج وتقوم وترعى كل الشباب المنحرفين. دي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. ما احنا اتفقنا على إن مسؤولية أمن حياة المجتمع لا تتجزأ. مين اللي قال بقى إن احنا اتفقنا؟ أنا ما اتفقتش على حاجة. طب وماله؟ نتفق. هنتفق على ايه؟ على اننا نجيبهم ونعرف ظروفهم النفسية والاجتماعية. هم مين دول اللي نبحث مشاكلهم؟ الفيكتمز. ومين بقى من عندنا اللي هيقعد يبحثها؟ دكاترة علم النفس والاجتماع والتربية. يا دكتورة، الدكاترة دول مهمتهم انهم يدرسوا وبس. وبس؟ ايوة بس، ده لو كان عندهم وقت كمان. انت عارفة عدد طلبة الجامعة بقى قد ايه دلوقتي؟ وإيه قيمة العدد إذا كانت الجامعة هتخرج علل؟ يعني عشان نبقى شعب متعلم، كل شاب يبقى معاه شهادة عالية. يعمل بيها إيه؟ يعمل بيها إيه؟ لا دي بقى مسؤولية وزارة القوى العاملة، إحنا علينا نعلمه بس. هاو؟ أنت عايز إيه بالظبط يا دكتورة؟ عايز يكون في أورجانيزيشن، تنسيق وتنظيم بين الوزارات. تنظيم لإيه بقى؟ لشؤون المجتمع واحتياجاته. والله دي مسؤولية وزارة التخطيط. هو انا كل ما اقولك على حاجة تقولي معرفش مسؤولية وزارة ايه؟ بليز من فضلك يا دكتورة، خلينا في موضوعنا. اي موضوع، انا تهت في الموضوعات. موضوع العيال المنحرفين. الفيكتمز. الفيكتمز، اديني اسمائهم من فضلك. ام سوري، مش هقدر اقولك الا لما تقولي هتتصرف معهم ازاي. على فكرة انا ممكن اعتبر كلامك ده بلغ شفوي واجبرك على الاعتراف باساميهم. نو مش هعترف. يبقى بلاغك غلط يا دكتورة، بلاغ كاذب والقانون يحاسبك عليه. Give me chance. For what؟ عايزة فرصة لإيه؟ أقرب منهم وأفهم أزمتهم وأساعدهم على الخروج منها. وبعدين؟ هخليهم يبلغوا عن المجرمين اللي بيستغلوهم هم وزمايلهم من الشباب. ياريت، في الحالة دي يبقوا شهود، ما هم مش متهمين يضيع مستقبلهم. يبقى كده اتفقنا.
وهتقدري تعملي ده؟ I hope لازم أحاول. طيب سي إن المحاولة فشلت، يبقى أنا اللي هسلمهم للبوليس بنفسي. كده يبقى اتفقنا. Very good. على فكرة يا دكتورة، أنا لولا ثقتي الكبيرة فيكي ما كناش هنتفق أبدا. Thank you. إيه رأيك لو تشتغلي مديرة مدرسة؟ مدرسة؟ أيوة، وهتاخدي مرتب أكبر من اللي كنت بتاخديه في أمريكا. How؟ يعني إنها مدرسة استثمارية. What؟ يعني مجموعة من رجال الأعمال أنشأوها عشان يعلموا فيها أولادهم مستوى رفيع من التربية والتعليم. Very good. وفين المدرسة الاستثمارية دي؟ لا ده مش اسمها كده. أمال ده إيه؟ ده نشاطها التجاري. نشاطها التجاري؟ أي هي بتتاجر في إيه؟ في التربية والتعليم. هاو؟ هي أمريكا ما فيهاش مدارس تجارية أصحابها بيكسبوا منها؟ فيها. خلاص إحنا هنعمل زيهم، والعبرة بالنتائج. نتائج إيه؟ نتائج الجيل اللي هيطلع من المدارس دي. والله لو طلع على درجة عالية من العلم والأخلاق يبقى المجتمع كسب كتير. شور. وورينا بقى النتائج العملية لتخصصك في العلاج السلوكي. أوكي. إيه رأيك؟ مش ده أفضل وأفيد من التدريس النظري في الجامعة؟ أفضل كتير. أوكي، أنا هتصل بعضو مجلس إدارة المدرسة وأديله فكرة عن شخصيتك ومؤهلاتك العظيمة. Thank you. وبالمرة هديكي كارت مني عشان تروحي تقابليه. هي مجموعة المبادئ والمعايير والموازين المعنوية التي تنظم حياة الجماعة، وهي التي تجعلنا قادرين على الحكم على سلوكهم وأعمالهم، وهي التي تمكننا من أن نفرق بين الخير والشر والحق والباطل. وتوطي صوتك شوية بقى، مش عارف أركز، أنا بذاكر قانون. كل ده ومش عارف تركز؟ ده أنت بقالك أكتر من 4 ساعات بتذاكر، عمرك ما عملتها. أصلي نويت أنجح السنة دي بصراحة. معنى لا امتياز لإنسان إلا بعمله وثقافته. بس أنت رأيك كان غير كده، طول عمرك تقول لا امتياز لإنسان إلا بفلوسه. عدلت المقولة ولغيت أهمية الفلوس. نيفر، بس أضفت ليها العلم والثقافة. شوفي الفرق بين شخصية طنط نور وبين شخصية خالك فرح. فرق إيه يا ابني؟ ده ما فيش وجه للمقارنة من أصله. حد يقارن ما بين الجميز والتفاح الأمريكاني؟ الخير يا باشمهندس. بس لا انت يا عسل. ازيك يا خال؟ ده ايه العربيه الشياكه دي يا خال؟ جايبها لعمتك تبص عليها. موديلك ايه؟ اخر موديل، صاحبها اشتراها من شهرين ومراته عايزه تبيعها. ليه؟ جوزها دخل السجن. اعوذ بالله من ادمها، ابعدها بعيد عن دكاني. ما تخافش، ده ادمها ساعه. بقى مرض ايه بقى؟ اول ما مسكت مفاتيح لقيت امك بتتصل بيا بتقول لي الواد سراج اخوك اب وزهر. الحمد لله. الحمد لله على سلامته. هو فينه؟ هو بيذاكر. ليه؟ هو اتجنن؟ هي ده من عند الله خال. وانت الشغل ماشي معاك؟ يعني الحمد لله. ربنا يفتح عليك يا ابني. طب ما تنفعنا بقى خال. الله، ما انا لسه شاري منك زرعتين. وماله؟ خد لك كمان زرعتين ويبقوا 4. الله 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 الله. هو يا ضريبه كل ما اجي ادخل بيتكم تدفعني؟ بقول لك يا خال ادفع بالتي يا احسن. احسن قسم العظمه، لما عمتي تيجي هقول لها انا صاحب العربيه دي اول ما اشتراها دخل السجن. وعلى ايه تكسر نفسها؟ ده انت مؤذي. حط ايدك في جيبك بقى وطلع. اطلع ايه؟ بدل اذى. ده انت بقيت وادي ابن سوق بسرعه. وحياتك ولسه. لسه ايه تاني؟ اول ما بيع الاصاري والم المصاري بكره تتفرج انا هعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ وعليا النعمه هعزق الرصيف ده وازرعه محاصيل واقف ابيعها. ده رصيف الحكومة يا ولا. وماله؟ ندفع لها عرقها مخلفات. ده انت بقيت واد نغش وشقشوق تمام. شقشوق؟ بتشق الدنيا بصدرك بعد ما كنت رقروق. طب خف عليا بقى وبنكت. ابنكت؟ يعني اهرش في جيبك وطلع البنك نوت. ماشي يا عم، خد بريزة. ايه؟ لا يا عم، البريزة دي حالها ماي. انا مش هاخد غير زرعة واحدة. ما الزرعة برستين يا خال. كمان؟ هديك فوقيها فولة. خد يا عم، مش خسارة فيك. تشكر يا خال. هي عمتك الدكتورة فوق؟ لا، عمتي خرجت من بدري. الله، امال هفرج العربية لمين؟ اطلع اشرب الشاي مع اختك عبال عمتي ما تيجي، مش هتتأخر، زمانها جاية. بس على الله ما تعوقش. طب استعجل يا اخي.
اصل اصحاب العربيه قلقانين. هيلاقوا من ايه يعني؟ عايزين يبيعوا يقبضوا. هيقبضوا بس العربيه تعجب. دول عايزين يقبضوا كاش. كاش والدولار كمان بس العربيه تعجب عمتي. هي عمتك جاهزه قوي كده؟ وحياتك لو العربيه عجبتها هتبنكتك دغري. حلو. بس لو ما عجبتهاش بقى يا خال ايه؟ هتبكتك شورلي. اما اطلع لامك. السلام يا خال. سلام يا ابني. أكبر الله شف العين صمع راكل زين الرجل شف العين شميل شف العين أصيل. بنتي يا نبوية. نعم يا مدام أوسة. ما عندكيش مصيدة؟ مصيدة ايه؟ مصيدة فراخ؟ ايه ليه؟ لو عندكم فار في الشقة؟ لا ما عندناش فار ولا حاجة. هو أختي نوسة عندها قطة غالية وعزيزة عليها قوي ويا حبة عيني القطة والدة ونفسة وعايزين نأكلها ونغذيها. تغذوها بإيه؟ بفار حلو كده شامورتي يكون لحمه كتير. إخي إخي أنت مالك أنت؟ هو أنت اللي هتاكل الفار؟ طب أنا بقى عايزة نعمل إيه؟ تصطاديهولي. أصطاده منين؟ ما كان زمان وجابر. ده الدكتوره نظفت السطوح خليته بقى زي الفل. طب وماله؟ بالسطوح كتير والفران والعرس فيها ياما. وحدكي 5 جنيه. خمسة جنيه؟ طب قولي انا بقى لو اصطدتلك فارين هتديني كام؟ كفايه فار واحد لحسن القطه يجي لها تخمه وتموت فيها. حاضر. بس حسك عينك حسك عينك تجيبي سيره لحد. سرت ايه؟ سرت الفار يا بيت لحسن يعني يتنظر وانا مش عايزاه يتنظر عشان القطه يعني تاكله كده وبالهنا والشفا. اه حس كده بقى. ايدك على جنيه كمان. ليه كده؟ عشان اجيب الفار حته جبنه روم. يا سلام. هو فار امريكاني ما ياكلش حته جبنه بيضه ليه ولا شويه فول؟ لازم جبنه رومي عشان نصطاده اسرع. ايوه ايوه عندك حق صحيح. طيب طيب خدي جوز جنيه هاتهم. هاتي له حته بسطرمه وحته لانشو. لانشو عشان نصطادوا اسرع واسرع. حاضر يا مدام اوسه. انت يا نبوي. ايوه نعم ايوه. اوعي يا بنت تطمعي في الفار وتاكليه. يا اخي انا هفتح الباب. استني بس انا اللي هفتح الباب. شوفي اللي على النار. حاضر حاضر من عيني. يا حلاوي يا حلاوي. مساء الخير يا مضية. اهلا يا فرج. اتفضل يا اخويا اتفضل. الحمد لله على سلامة الواد سران. الله يسلمك. انا مش قلت لك الواد ده شقشوق وما يتخافش عليه؟ هو فين؟ ايه الشقشوق فوق السطح؟ الله هو لسه ما حرمش. ما حرمش ايه؟ معاكسة البنات. بنات مين؟ بنات الجيران. امال هو بيعمل ايه فوق السطوح؟ لا ده بيذاكر. حبكت المذاكره فوق السطوح؟ لا ما هو السطوح ما بقى السطوح. امال بقى ايه؟ بقى روف جاردن. ماركه عربيه جديده دي ولا ايه؟ ماركه عربيه ايه بس يا فارق؟ لا جنينه. جنينه علويه فوق البيت. جنينه فوق البيت. اسكت يا فرج اسكت. جنينه جميله يا اخويا. خضره وزرع وايه وحاجه تشرح القلب الحزين. عجايب. عجايب ليه؟ ده انا كنت فاكره بيهزر. هو مين ده اللي بيهزر؟ الباشمهندس ضيا. هو عزق السطوح وزرعه؟ لا اله الا الله. عزق ايه وزرع ايه؟ بقول لك عمل جنينه. ربنا يستر. يستر على ايه؟ على سقف البيت لا يتطربق فوق دماغكو. في حد يعزق ويزرع في ارض السطوح ويعمله غيط. غيط ايه يا فرج؟ ما عايز يعزق ارض الرصيف ويزرعه لاخر. رصيف ايه يا فرج؟ اسم الله على عقلك. عقلنا ولا عقل ابنك؟ ماله عقل ابني يا فار؟ جاله جنون الشجر. جنون الشجر؟ ده اخو جنون البقر. جاتك ايه؟ دمك شربات والله. يا الدكتوره هتيجي امتى؟ انا ايش عرفني هتيجي امتى؟ هي كل يوم تخرج. تخرج تروح فين؟ انا ايش عرفني؟ هي بتقول بتدور على شغل. شغل؟ قال هو اللي يجي من امريكا يحتاج لشغل؟ تقول ايه بقى للطمع وفراغة العين؟ جاية تزاحمنا في لقمة عيشنا. ما هي الكحكة في ايدي اليتيم عجبة. قال يعني الشباب عندنا لاقيين شغل. ياه ده انت باين عليك معبعبة منها قوي يا مضية. يا اخويا بلا معبعبة بلا مكبكبة. ما باليد حيلة.
اهي نزلت علينا بباراشوت امريكاني. ده انت طهقانه منها بقى. ده انا طهقانه منها وهفرقع من جنابي يا فرج. ليه؟ عملت لك ايه وحش؟ ما هي المصيبه انها ما بتعملش وحش، كل اللي بتعمله حلو. سكر. وايه اللي مزعلك؟ هو في احلى من السكر؟ هتجيب لي سكر في الدم يا فرج. بعد الشر عليكي. من ايه؟ من ذوقها وشياكتها ورقتها. هتنقطني الوليه دي ليه يا اخي؟ احنا ما تعودناش على كده. احنا تعودنا نعيش ببساطتنا كده وبراحتنا وعلى سجيتنا وبساطنا احمدي. امال هي بساطها ايه؟ ريش نعم يا اخوي. ازاي يعني؟ ماشيه على الاتيكيت والبروتوكول. يعني ايه؟ مش فاهم. محفلطه يا اخويا، محفلطه. كل حاجه عندها بنظام ومواعيد. ده وده لا، وده وده لا، وده ابصر ايه وده مدرك ايه. يا خرابي، حاجه تفرس. ملقوش في الورد عيب؟ قالوا احمر الخدين يا اخويا. بلا ورد بلا نيله، دوليه ممله. انا بقى نفسي في وليه زي دي. يا سلام. ليه؟ هو انت ناقص ولايه؟ زهقت، نفسي اغير الصنف واتجوز وليه من الولايات المتحده. جاتك ايه يا فرج؟ دمك زي الشربات. بس هي هتقبل؟ ما تقبلش ليه؟ هو انا شويه؟ لا، ما انت شويه بس، مراراتك كتير يا اخويا. اتنين اطلقهم. تطلقهم؟ بس هي توافق وتقول اه. يا ريت على الاقل تحل عن سمانه. ومستعده افرش لها شقه تلات مطارح وفزعه، واجيب لها احلى فرش من المناصره. من المناصره؟ بلاش المناصره، نجيبه من دمياط. انت بتتكلم جد يا فرج؟ طبعا جد. هو الجواز فيه هزار؟ الله. طب وعيالك؟ هلفحهم للي ولدوهم، ونغنغهم وشبرقهم بنفقه حلوه كل شهر، واشوف روحي بقى. والله فكره، بس يعني. بس ايه يا مضيه؟ بس على الله هي توافق. جس نبضها. يا لهوي انا لا. اجس انا؟ يا لهوي انت لا. سيبني اجس نبض اخوها. ماشي، وهو مديون ليا ب5000 جنيه، ما اناش عايزهم منه. ليه يا اخوي؟ هتدهم له رشوه؟ رشوه ايه؟ نعتبرهم عربون مهر. بس انت عارف هي ما بتخلفش. عز الطلب. هو انا يعني مشتهي الخلفه؟ ده انا عندي نص فرقه كوره. يا اخويا ربنا يخليهم لك ويخلي لك عيالك يا مضيه. تفتكر لو نجحت في الثانويه العامه هدخل كليه ايه؟ حسب مجموعك طبعا. انا نفسي ادخل كليه اداب وابقى زي طنط نور. شدي حيلك انت وذاكري وكله هيبقى تمام. طب هي كليه اداب بكام؟ ايه بكام دي؟ هي بلوزه هتشتريها؟ قصدي بتاخد مجموع كام يا اخي؟ يعني حسب. حسب ايه؟ حسب ما يقول مكتب التنسيق، مش كل سنه زي التانية. طب ولو برمت مني الاداب ادخل كليه ايه؟ مش هيبقى قدامي غير تجاره وحقوق واعلام. ايوه حلوه اعلام دي. بس دي بتاخد مجموع كبير اكتر من الاداب؟ اظن كده. اه يا خيبتي القويه. ايه في ايه؟ كل حاجة حبها ملاقيش معايا تمنها. تمن ايه؟ تمن كل حاجة حبها او اتمناها مكتوب عليا فلس العقل والجيب. فلس العقل مقدور عليه. ازاي؟ بالمذاكرة والعمل والاجتهاد. طب وفلس الجيب؟ لا، ده ملوش بقى غير الحظ فقط. طب نفرض مثلا يعني. بقولك ايه، كفاية رغي بقى، انا ما صدقت نفسي اتفتحت للمذاكرة. ارجوكي ما تعطلينيش. طب ممكن اسألك سؤال واحد؟ وبعدين بقى؟ سؤال واحد بس فقط. بس فقط؟ اه اتفضلي اسالي. هو ايه؟ هو سؤال نفسي اساله لك بس كشه. وكشه ليه؟ كشه من السؤال. يبقى اكيد سؤال بايخ ورخم زيك. بس هموت واعرف اجابته. اتفضلي اسالي وخلصيني. هو الجواب اللي انت قرطستني وبعته لنوال صاحبتي في كشكولي كان مكتوب فيه ايه؟ بس بلاش قله ادب. ياه، هو كان فيه قله ادب؟ قفلي على السؤال ده خالص، عيب. ياه، هو كان في عيب كمان؟ عيب تتكلمي معايا في الموضوعات اللي زي دي؟ انت بنت. هي اتأخرت ليه؟ زمانها جاية، هتروح فين؟ انت مستعجل على ايه؟ اصل جايب لها معايا عربية جديدة. ها؟ عربية جديدة؟ ولو وافقت تتجوزني مستعدة اقدمها لها شبكة. يا لهوي، اتشبكها بعربية يا فرج؟ انت فكراني شوية ولا ايه يا مضية؟ ده انا ممكن اشبكها بقطر بسبنسيتو، مش بحتة عربية. الا، ده انت عريس لقطه بقى. عيب يا مضيه، ده انا اخوكي. الله، امال مش باين عليك ليه مظاهر القبهه والفخفخه يا فرج؟ اصلي بتخفى.
بتتخفى من مين؟ من الضرايب، ربنا يجعل فلوسي مخفية عن عينيهم. سبحان الله، سبحان الرزاق، ده انت امك وابوك ماتوا بحسرتهم عليك. ليه؟ اكمنك خبت في التعليم وما خدتش اي شهادة حتى الاعدادية. ما انت واخت نوسة اتعلمتوا وخدتوا شهادات عالية، عملتوا بيها ايه؟ على رأيك يا ريتنا خبنا خبتك. اصلا عرفتها وفهمتها وحسبتها من زمان. هي ايه دي اللي حسبتها؟ الحياة. فاكرة لما المرحوم ابويا كان بيضربني بخرطوم الحنفية لما كنت ازوغ من المدرسة؟ الله يرحمك يابا، كان قلبه محروق عليك عشان كنت الواد الوحيد. فاكرة بقين الشعر اللي كان دايما يحفظهم لنا عشان يحببنا في المدرسة؟ طبعا فاكراه. وكان يضربنا لما يلاقينا مش حافظينهم. ودي حاجة تتنسي؟ انا بقى نسيتهم يا مضية، فكريني بيهم كده علشان خاطري. قال امير الشعراء احمد بك شوقي. ايوه، قال ايه بقى؟ العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. ايوه، والجهل يخفض قصور العز والشرف. انا مش فاكر منها بقى غير العز والشرف. اشمعنى؟ اهم حاجه في الدنيا دي هي العز والشرف، يعني القرش والجدعانه، انما العلام ماله العلام؟ مشواره تعب واخره فقر. طب اعمل معروف ابوس رجلك، ما تقولش الكلام ده قدام العيال. ما هو لازم العيال يعرفوا الحقيقه. حقيقه ايه يا اخوي؟ ابونا الله يرحمه مش كان متعلم وكان اكبر قاضي شرع فيك يا مصر؟ الله يرحمك يابا. مات وسابنا مش لاقيين ناكل، معاشه ما كانش مكفينا عيش حاف. معلش برضو يا فرج، العلم نور. الله ينور عليكي. لو كان محمد بيه شوقي ده عاش وشافنا. بس مش محمد بيه شوقي، اسمه احمد بيك شوقي. ما تفرقش، احمد زي محمد يا ابني، ده امير الشعراء. ان شاء الله حتى يكون رئيس الوزراء. لو كان عاش وشافنا ما كانش قال البقين دول خالص. امال كان قال ايه يا فارق؟ كان قال معاك قرش تساوي قرش، معاك جنيه تساوي جنيه، ما معاكش حاجه موت وريحنا. جاتك ايه يا فرج؟ والله انت قلبت علينا المواجع في العيشة السودة اللي احنا فيها دي يا اخويا. الولا اسمه سراج منير ده لازم نخلص منه. متخافش يا روبي. ما خافش ازاي يا غبي؟ بعد ما عرفنا وعرف سرنا بغباوتك. طمن يا روبي، انا معايا بطاقته الشخصية. يا فرحة امك فيك، وتعمل ايه بقى ببطاقته الشخصية؟ لو عمل اي حركة نصكم ممكن اوديه في 60 داهية. كده ازاي بقى يا عبقري؟ هقتل قتيل واحط جنبه البطاقة. تعالى البانجو فعص مخك ودماغك بقى ترمى ومعدتش تنفعني خلاص. ما تقولش كده يا روبي، انا ما بقاليش في الدنيا حد غيركم. تعالى انا مش سألك قبل كده مالي ايدك منه وقلت لي قوي 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 يا روبي؟ اعمل ايه؟ خمني وطلعت خلقته شريفة. كده خلقته الشريفة، يبقى لازم نخلص منه. وماله؟ نخلص عشان بطاقته الشخصية، عايزين نعرف هو ساكن فين. ساكن في السيدة زينب. عايز اعرف عنوانه بالظبط. تروح له؟ ابعت له هدية. هدية؟ هدية تريحنا منه للأبد. ازاي؟ مش شغلك يالا. ماشي يا روبي. البنت شوشو وبرلانتي اتأخروا كده ليه؟ زمانهم جايين. نتصل بيهم قول لهم ما يجوش. ليه؟ مش هسلم حد بضاع للتوزيع. لازم تكنوا شوية لغاية ما نخلص من فرفور اللي اسمه سراج منير. ايوه بس انتهى. دي اوامر البارون الكبير.